نعم. الناس مثلا الآن تجاهد حسب ما يقولون في سبيل الله، وهم في ضائقة مالية، محاصرون ويمنعون من التجول أغلب أيام الشهر، فهل يجوز إرسال الصدقة إليهم والزكاة؟ طبعا يجوز، كيف لا؟ يجوز، يجوز، لكن يجب أن ينصحوا. هل لو ما تظاهروا بهذه التظاهرات التي لا فائدة فيها، كانوا عاشوا ومن تحت لتحت يفعلون كما فعل المسلمون المكيون في زمانهم، لكن الذي يجهل السيرة أو يتجاهلها ولا يعمل بمقتضاها إذ يكون مصيره أن يفنى أو يفني نفسه بنفسه دون أن يصل إلى الهدف الذي ينشده. فسبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت. ذكر شيخنا حديث، أستغفرك، بيان لمرة قلت لك أيام الحماس. أي نعم. أن واجب على المسلمين أن يتوافدوا إلى بيوت النصارى في أعيادهم. أي نعم. بيان الحماس. ما لا تفهم.